على اذنك يا حاج ثانيه بس خليك شويه. عندنا العربيات بتشتغل من الموقف للموقف وبنيجي اخر السنه بنلاقي بال 20,000 و25,000 مخالفات. فمش معقول هدفع 25,000 مخالفات تيجي منين؟ احنا شغالين باجره مدعمه. يعني اجره جنيه ونص واجره 2 جنيه اللي هو المشوار بيعمل 30 كيلو 35 كيلو باخده ب 2 جنيه واجره بتعمل جنيه ونص مع غلو الاسعار اللي احنا فيه ده ما يعملش حاجه. طلبنا المطالب بتاعتنا في اداره المرور ورحنا لموفر بيه رئيس المباحث ورحنا لمحمد الناظر اللي هو رئيس السرفيس ادونا وعود هامشيه ريحونا ومشينا. بعد كده بنبص لقينا الدنيا عماله بتزيد اكتر واكتر. 45 يوم ما تنفذش اي حاجه وتيجي عشان ترخص العربيه تروح رايح ربطك المخالفات مع السرخيص مع السرفيس مع ترخيص العربيه. ادفع اخد رخصه واكل عيالي، ما ادفعش احط العربيه تحت باب البيت واطلع بقى ادور على حد يديني 5 جنيه. مطالبنا احنا كاصحاب عربيات عايزين السرفيس يرجع زي ما كان لان احنا ما بنستفيدش من السرفيس في حاجه. احنا موقف اهو، اول ما دخلناه في 2004 قالوا ان هنعمل لكم تند وهنعمل وهنعمل وصرفنا ودفعنا دوره ميه بندفع عليها فلوس عشان نخشها. في قرار محكمه في 2008 طالع بان ما فيش سرفيس واتلغى السرفيس، مش عايزين ينفذوه. راح خفضوه لنا للربع قلنا موافقين، رجعوا دلوقتي خلوه لنا زودوه لنا زودوا لنا 100%. انا بتكلم يا جدعان، زودوا لنا 100% من بدايه من اول 1/10 دوت. ورق من نيابه المرور ب 70 مخالفه عكس اتجاه بمشي، يعني مش بنمشي بنركب الرصيف ولا ايه يعني. عاوز العدل يدوروا على اللي يديني المخالفات ده ويحققوا معاه، يدوروا على اللي مدي المخالفات ده ويحققوا معاه. خارج من بيتي من القناطر من حوالي الساعه 9 عشان اوصل شغلي، لحد دلوقتي مش عارف اوصل عشان العربيات هنا. زيه زي الناس، زيه زي الناس، زيه زي الناس.